ايه احنا جانا نصب تقريبا والله خلصنا الجسور وكملنا جبنا سقف يعني ما ظل ربع او ثلاث ارباع من السقف وقع السقف كله كامل وقع على الطابق الجنب والله اعتيادي ما تحمل او صار خلل ما اعرف والله بس احنا ما حسينا انفسنا الا جوا بالانقاض وبالخشب والجبل كله فوق روسنا والله ماكو جو جماعه هناك العمال اكو خارج وهذا وطلعوني ماكو يمكن 10 دقائق ربع ساعه ان شاء الله ماكو